السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءه جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج الحمل. برج الحمل، صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. الطاقه بتاعتك عامه ومفتوحه بتاريخ 10 مايو يا برج الحمل، ده تاريخ الفيديو بتاعك، التاريخ بس علشان مصداقيه قناتك. صلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. كتر في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. انزل وقول في الكومنتات الدعاء اللي بيحسسك بالامان وبالراحه النفسيه، زي ما يكون الدعاء بتاعك انزل قوله لي في الكومنتات، واضغط لايك للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من المشاهده. ويلا بينا نشوف قراءتنا النهارده ايه يا برج الحمل. والفيديو ده لو ظهر قدامك اوعى تفوته علشان باذن الله هيكون طاقه ايجابيه ليك. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله. طيب بص يا برج الحمل، يعني مقدما كده، يعني بسم الله عليك وعلى ايامك الفتره دي. اول حاجه، انت قاعد وحزين الفترة دي، حرفيا عندك طاقة حزن متوزعة عليك. طاقة الحزن دي مخلياك بتفكر كتير، مخلياك عمال تسعى من اجل حاجات تقاوم بيها. عندك مرحلة مهمة جدا الفترة دي، فورا لازم تتخطاها. المرحلة دي هتكون طريق جديد او بداية جديدة، بمعنى اصح ممكن تكون باب جديد هيتفتح قدامك، نصيب جديد، اسم او سفر قريب منك، الله اعلم. كمان انا عايزاك تحصن نفسك على قد ما تقدر من اتنين ستات. الاتنين الستات دول محيطين بيك، ومعنى ان هم محيطين بيك معنى ان هم مقربين لحياتك. الاتنين ستات دول قاعدين ما وراهمش اي حاجه غير ان هم يحطوا لك عقبات قدامك. طيب بيحطوها ازاي؟ بالكلام السلبي. وعشان كده انت عليك عين قوية جدا، والعين دي مخلية عندك تنمل في الجسم، مخلية عندك صداع من فترة للتانية، مخلية عندك عراقيل بتظهر قدامك ولحد الآن انت مش عارف تفسرها. فياريت بقدر المستطاع تخلي بالك من نفسك، ولازم التحصين النفسي الفترة دي، وكمان تبعد عن أي قلق وأي توتر في حياتك، وبلاش تاخد كل حاجة على أعصابك. انت الفترة دي بقيت عصبي قوي، العصبية عندك زايدة. العصبية هي اللي متحكمة فيك، مش انت اللي متحكم فيها، لا، العصبية هي اللي متحكمة فيك. شفت الحبيب ولا لسه؟ كان عندك لقاء مع الحبيب الفترة دي، شفته صدفة او هتشوفه صدفة الايام دي، هتشوف الحبيب صدفة، او بمعنى صح انت شفت الحبيب فجأة، او شفته صدفة، او حد كلمك عنه، حد وصل لك كلام عنه، الله اعلم. كمان عايز اقول لك بسم الله ما شاء الله عليك، انت هتاخد خطوه، والخطوه دي هتكون سريعه فورا. بمجرد ما هتاخد الخطوه دي هتحس بامان وهتحس براحه. البعض منكم عنده مكالمه، البعض منكم عنده قعده صلح او قعده عتاب مع حد. المكالمه دي انتوا بقالكم كام يوم مستنيينها؟ هيبقى من ورا المكالمه دي قعده، والقعده دي هيكون فيها شد وهيكون فيها صوت عالي، بس بعد كده الامور هترجع بالراحه، وهيبدا حد يتدخل، ومن بعد ما الحد ده هيتدخل الامور هتتصلح لصالحكم انتوا. ليه؟ علشان انتوا طال انتظاركم في اكتر من حاجه. كمان احب ابشركم ان انتوا عندكم بشرة، والبشرة دي هيكون بخصوص الماديات او المهنية. يعني البعض منكم ممكن يكون عنده حاجة تخص بشرة رجوع حق، بشرة انتصار في محكمة، فهتاخدوا حقكم الله اعلم. بس حرفيا انتوا عندكم سلطة او عندكم مال في عدو. العدو ده يعني عمال يقرب منكم، ما تعرفوش هو عايز منكم ايه، بس مازال موجود في الدايرة بتاعتكم، وعمال يقرب وياخد ويدي معاكم، وانتوا مش اخدين بالكم منه، او بمعنى اصح مش مدينه الخيانة. طيب انتوا بتفكروا الفترة دي، حرفيا بتفكروا لإما تغيروا عتبة، لتغيروا مكان، تغيروا الارض اللي انتوا واقفين عليها حاليا. ليه؟ علشان حاسين ان مفيش راحة بال فيها، مفيش اي امور في حياتكم. عندكم اشتياق ولهفة لحد غايب عنكم بقاله مدة كبيرة، مشتاق له بقدر المستطاع، عايزين تشوفوه، عايزين تكلموه، عايزين تسمعوا صوته، الله اعلم. بس في قلب بيدق وفي حيرة عندكم في اكتر من حاجة. كمان العدو، العدو اللي هو
بوش رفيع عندكم في ارض البيت. العدو ده انتوا هتنتصروا عليه قريب جدا، وهتعرفوا نيته اتجاهكم ازاي خبيثة، وهتعرفوا ان هو بيقول كلام ما بيفعلش بيه، وان هو اصلا بوشين ومعاكم معاكم عليكم عليكم. فياريت تخلوا بالكم كويس جدا من اي حد محيط بيكم، ولو عندكم اطفال لموا عليهم شوية، وما تخلوش حد يعني يتدخل ما بينكم ما بين اي حد في حياتكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. عندكم سحر بيتجدد، السحر اللي بيتجدد ده واقف حال، وهو اللي عامل لكم العراقيل، وعلشان كده انتوا كل ما بتدخلوا في علاقة ما بتنجحش ابدا، وده بسبب السحر اللي معمول لكم من زمان جدا، ولحد الان النية بتاعت الاشخاص اللي هي بتجدد لكم السحر ده مش صافية اتجاهكم خالص. الدايرة بتاعتكم مقفولة عليكم، وانتوا عشان كده عمالين تعفروا وبتحاولوا بقدر المستطاع تطلعوا من الدايرة دي، بس برضو حاسين بالاذى، وحاسين ان انتوا عندكم اكتر من حاجة قافلة عليكم. عندكم انقباض في القلب، وعلى اتفه الاسباب عندكم طاقة سلبية. الفترة اللي جاية هيكون عندكم خروج من محنة، خروج من ضيق، خروج من كسرة قلب بقالها مدة في حياتكم. كمان اقدر اقول لكم ان انتوا عندكم خبر حلو، والخبر الحلو ده متعلق ببشرى سارة انتوا مستنيينها او بتحبوها. طيب الفترة دي حرفيا انتوا مصدومين من ناس كتيرة جدا ظهرت على حقيقتها، ومنهم شخص او منهم حد كنتوا بتقولوا عليه مستحيل يكون كده، ظهر وعرفتوه ان كانت نيتكم نيته اتجاهكم خبيثة، وكان ما كانش بيحب لكم الخير، وكان بيضحك دايما في وشكم وانتوا بطيبة قلبكم. طيب ايه اللي عامل لكم مشاكل في حياتكم؟ هي طيبة القلب بتاعتكم، وهي ان انتوا بتحبوا الاشخاص اللي في حياتكم، يعني بتفضلوهم عن نفسكم، وده في حد ذاته غلط. طيب مين اللي عندكم او انتوا او حد في حياتكم إيه الهموم بدأت تظهر على وشه؟ عنده هم كبير جدا شايله، حتى ملامحه بدأت تكون دبلانة، حزين، شايل هم الدنيا فوق كتافه وماشي، محدش حاسس بيه غير ربنا، ربنا هو اللي حاسس بيكم. اي نعم انتوا عمالين تعفروا وتجاهدوا، وعمالين تعملوا حاجات كتيرة جدا في حياتكم زايدة عن اللزوم، بس انتوا ما تعرفوش قد ايه ربنا عالم باللي انتوا فيه حاليا، عالم بقد ايه اتخذلتوا وخاب ظنكم في ناس كتيرة جدا. عندكم رجوع للمنفصلين من شخص من الماضي بيفكر فيكم وباله مشغول. البعض منكم كمان عنده ترقية بإذن الله هتتم على خير، بس في شعور بالندم، انتوا ندمانين على فراق مين، او زعلانين على مين فارق الحياة عندكم، الله اعلم، بس في طاقة ندم وطاقة حزن. في كمان شفاء ليكم، الشفاء ليكم ده هيكون من عند ربنا سبحان الله وتعالى. كمان انتوا هنا حد عايز يدمر حياتكم، بس السحر هيتقلب على الساحر. انتوا هنا تستحقوا فعلا ان انتوا يكون عندكم فرصة قوية، وبالفعل الفرصة دي هتكون طاقة تانية. مين الشخص المغرم بكم؟ الشخص اللي عايز يكلمكم، عايز يفتح معاكم مواضيع، يعني عايز يتكلم، الله اعلم، مغرم بكم جدا وبيحبكم بشكل يعني انتم مش قادرين تتخيلوا الحب اللي هو بيحبه لكم. في حمل او في طفل عندكم، في مولود بعد انتظار طبعا، يعني انتم منتظرين. البعض منكم اخذ علاجات، البعض منكم كشف كتير، البعض منكم عمل حاجات كتيرة جدا وتأخر الحمل، بس في خبر حمل بمولود جديد بإذن الله، او في زيادة اطفال عندكم. عندكم حتة ارض، او حتة عندكم شقة، او ان لاما انتوا ناويين، انتوا ظاهر لكم ارض وشقة،
يعني ظهر لكم حاجات في سكن جديد، لا اما انتوا عايزين تبيعوا، لا اما انتوا عايزين تشتروا. القراءة تنطبق على الجميع، لا اما انتوا عايزين، البعض منكم ممكن يكون عايز يشتري تغيير سكن، تغيير بيت، البعض منكم مستني يبيع. فانتوا الفترة دي عندكم تحقيق، وفي فلوس هتمسكوها في ايدكم، والفلوس دي هتكونوا مبسوطين بيها جدا. ليه؟ علشان هتحسوا ان هي جاية لكم من عند ربنا. دايما عندكم مغامرات في حياتكم، دايما بتغامروا، دايما بتحاولوا ان انتوا تتخطوا الصعب، بتحبوا العقبات اللي موجودة في حياتكم علشان تتخطوها. مفيش حاجة اسمها يكون عندكم احباط، اقوياء جدا، بس رغم كده عندكم اكتر من خيبة امل حصلت في حياتكم كتير جدا، من خيانة الشريك، من غدر المقربين ليكم، لدرجة ان مازال عيونكم بتنزف دموع بشكل كبير جدا، وبقدر المستطاع بتطبطبوا على نفسكم. طيبة القلب والقلب الابيض هو اللي يعني بيأذيكم، وفي نفس الوقت بينجيكم من حاجات كتيرة جدا. الفترة دي مهمة كبيرة هتعملوها في حياتكم، هتغير حياتكم للأفضل بإذن الله. كمان في تسديد ديون عليكم، تسديد الديون ده هتكونوا انتم مبسوطين جدا بيه، علشان هتحسوا انه ده رزق من عند ربنا سبحان الله وتعالى الفترة دي. لخبطة، عندكم لخبطة، لا اما لخبطة اوراق، لا اما لخبطة تفكير. لحد الان مش عارفين توصلوا لطريق اللي انتوا المفروض توصلوا له. في اكتر من حاجة شغلة بالكم، عندكم بركان في حياتكم، البركان ده عمال ياخد من الطاقة بتاعتكم، وعشان كده انتوا لازم بقدر المستطاع ما تدوش سركم لحد. حاولوا تكتموا، حاولوا تداروا، انتوا في اكتر من حاجه هتتحقق عندكم، بس تخلوا بالكم. انتوا فوضتوا امركم لله، بس مش مسامحين اي حد ظلمكم، ولا مسامحين اي حد عمل لكم اذى في يوم من الايام. اليومين دول حرفيا انتوا عندكم طاقه كسل وخمول، وكارهين اللي بتناموا فيه بتصحوا فيه، وعشان كده هيكون عندكم حاجة جديدة هتفعلوها. بس التعابين اللي عمالة تلف حواليكم لازم تخلوا بالكم منها. ليه؟ علشان عيونها سم. كمان انتوا في حاجة شغلة بالكم، الحاجة دي متعلقة بالماضي، عمالين تفكروا فيها كتير. خلوا بالكم ان الموضوع هيرجع يتفتح مرة تاني، وهتحاولوا تنهي القصة بأي شكل. القصة دي لازم تنتهي فورا بأي شكل هتنهوها، علشان هتحسوا ان هي فعلا خدت من الطاقة. وكمان في حد بيحاول ياخد خطوة بخصوص الموضوع ده. عندكم حب قديم او علاقة قديمة هترجع لكم، بس انتوا عندكم طاقة تردد وطاقة خوف، خايفين جدا تاخدوا القرار رغم ان القرار صح، خايفين جدا. في اشخاص كمان مهمين هتقابلوهم الفترة دي، لاما لقاء لاما اشخاص مهمين في حياتكم. وزي ما قلت لكم انتوا هيكون عندكم اكتر من فرصة، بس عايزاكم تكونوا يعني ايه، يكون كده ما تكونوش متسرعين او ان انتوا تاخدوا الخطوة دي، لا بالراحة كده، وخلي عندكم عزيمة وقوة، وبلاش ان انتوا تخشوا في قلب التجارب علشان انتوا اللي بتطلعوا تعبانين، لا بالراحة، وخد الامور ببساطة، علشان انتوا عندكم خروج من الضيق والخنقة، وبإذن الله هتحاولوا ان انتوا تستعيدوا ثقتكم في نفسكم مرة كمان. الشريك عندكم طول الوقت بيفكر، الشريك ممكن يكون من الابراج النارية، او ممكن يكون من اشخاص عن يعني حد من حرف الام، من حرف الايه، عندكم كمان حرف السين وحرف اللام، ممكن يكون من الحروف دي.
تعبان جدا وبيفكر بشكل كبير طول الوقت، عمال يفكر وهو بيتجاهل، ممكن يكون بيتجاهلكم بس هو نفسيته تعبانة. وعشان كده الفترة دي لازم بقدر المستطاع تكونوا حريصين اكتر في الافعال بينكم وما بينه او بينكم وما بين اي حد. ليه؟ علشان خاطر الفترة دي انتوا هيكون عندكم اكتر من تخطيط لمرحلة. طيب انتوا هنا عندكم نشأ، بتبدأوا حاجة جديدة، او ممكن تكون انتوا بتعملوا سد بينكم وما بين حد، الحد ده اتخنتوا منه، اتظلمتوا منه، حسيتوا قد ايه ان هو شخص منافق، شخص مش هينفع في حياتكم، فبدأتوا تعملوا طريق سد بينكم وبينه، وده القرار الصح. انتوا بدأتوا تريحوا دماغكم، 24 ساعة كنتوا تفكير، 24 ساعة شايلين الهم، 24 ساعة مش حاسين ان انتوا قادرين تقاوموا بأي حاجة. وعشان كده حرفيا بدأتوا تبعدوا عن المقربين. مين اللي جايب لكم أذى؟ هم المقربين لحياتكم حرفيا. ولا بدأتوا تسألوا على حد ولا حد يسأل عليكم، بدأتوا تاخدوا ركن لجنبكم. ليه؟ علشان ما بقيتوش تثقوا في أي حد من الناس اللي كانت سبب في يوم من الأيام في الصدمات اللي انتوا فيها. مين اللي عندكم عنده صفقة، والصفقة دي هتكون مربحة جدا ليه، او هيكون عنده تغطية لأكتر من مشكلة. في حد محتاجكم تقفوا جنبه، محتاجكم تساعدوه في حاجة، او هو طلب منكم مساعدة في حاجة وانتوا الوضع عندكم صعب فساكتين مش عارفين، الله اعلم. بس حرفيا في حد عايز منكم مساعدة وعايز يتكلم معاكم بس خايف، يعني هو خايف يجيبها لكم ازاي، خايف يصارحكم، خايف ان هو يقول لكم انا محتاج. كمان انتوا بسم الله ما شاء الله عليكم الطريق بتاعكم هيكون نور. ليه؟ علشان بقالكم مدة بتعانوا، بقالكم مدة حرفيا بتدعوا ربنا، بتدعوا ربنا بالاشياء الصالحة لكم، علشان انتوا شفتوا كتير في حياتكم من غدر وخيانة وألم. أربع أيام، أربع ساعات، أربع خطوات، وفي حاجة جديدة، في خبر هتسمعوه، أو في حاجة معينة هتفعلوها، في أكتر من حاجة أنتوا ناويين عليها. بس حاولوا تكتموا على المال اللي جايلكم. ليه؟ علشان خاطر أنتوا دايما بتحبوا تفرحوا كل اللي عندكم، أنتوا تايهين ومش عارفين تاخدوا قرار، حاسين بالتوهة كده، حاسين إنه في حاجة غلط. وعشان كده بقول لكم الفترة دي ابعدوا عن العصبية، وابعدوا عن أي حد تحسوا إن هو بيجبركم على حاجة مش بتاعتكم. انتوا حد في يوم من الأيام جبركم، ولحد الآن انتوا اللي بتدفعوا الثمن، بتدفعوا ثمن حاجة انتوا مالكمش أي علاقة بيها. في بلوك هيتفك، البلوك اللي هيتفك ده أو هيتفك وهيبقى فيه كلام، وانتوا مش هتكونوا مصدقين الكلام ده، وعشان كده هتقلبوا الترابيزة فورا على اي حد ممكن يأذي فيكم اي حاجة في حياتكم. صحتكم بالكم مشغول بيها جدا، وبلاش تخلوا الحزن والتعب ياخد من الصحة بتاعتكم، لا. وما ما تحاولوش تيجوا على نفسكم علشان ترضوا اللي قدامكم، انتوا لحد الان مش حاسين بالامان، وعشان كده ربنا دايما هو قادر ان هو يكشف لكم اي حاجة في حياتكم. خلال يومين هيكون في فرحة كبيرة بتتحضر لكم باذن الله. انتوا اطمنوا، اطمنوا في خير جاي لكم من عند ربنا، والخير ده هيبقى طاقة ايجابية. في ناس كتيرة جدا ظلمتكم،
ناس كتيرة جدا اكلت حقكم، ناس كتيرة جدا دمرت في يوم من الايام حياتكم، بس الفترة دي هتكون اكتر من اشياء انتوا هتفعلوها بتحقيق الاهداف، والحاجة اللي انتوا بتحبوها اعملوها فورا من غير ما تترددوا ولا حتى تفكروا، وبلاش تثقوا في اي حد. ليه؟ علشان الثقة الزايدة بتخليكم تتعبوا، بتخلي نفسيتكم تتعب، بتخليكم انتوا تعبانين، بتتألموا طول الوقت، بتدفعوا تمن غلطات ما كانش ليكم اي يعني اي سبب فيها، انتوا اللي مازال بتدفعوا التمن. فلازم تهدوا اعصابكم الفترة دي، ومن اصعب الاشياء عليكم هي فقدان اعز ما ليكم. انتوا كمان بدأتوا تقسوا على نفسكم في حاجات كتيرة جدا. ابشروا، الخير لسه جاي، ربنا هيجبر بخاطركم الفترة دي جبر يتعجب له اهل السماء والارض. ومش كده وبس، ده انتوا كمان هتكونوا راضيين. انتوا البعض منكم عايش ببركة ربنا، البعض منكم بيقول انا ربنا يسترها عليا، لكن محدش يعرف انتوا جواكم ايه. انتوا جواكم كمية ضغوط رهيبة، مفيش استقرار في النوم، طول الوقت تفكير، حتى دماغكم مش بتفصلوها ولا عارفين حتى تبعدوا. ومن كتر قلة النوم، من كتر قلة الراحة، بتعانوا من ألم في الظهر، ألم في المفاصل، تفكير، والتفكير ده بخصوص الناس اللي ظلمتكم، رغم ان انتوا عمركم ما اذيتوا حد، ومازال بتفكروا في الاشخاص اللي تعبتكم في يوم من الايام، وبتسألوا اسئلة كتيرة جدا. انتوا الفترة دي في خروجة هتعوضكم عن الخسائر اللي انتوا خسرتوها، او عن الجراح اللي مازال بتعاني منها. انتوا الفترة دي محتاجين تقربوا من ربنا اكتر، ومحتاجين يكون في امان بينكم وبين ربنا. طول ما في امان تأكدوا تماما ان مفيش حد هيقدر يأذيكم. انتوا بس متسلط عليكم الفترة دي الوسواس، طول ما هو متسلط عليكم انتوا ما عندكمش استقرار في الحياة، طول الوقت بيعمل لكم خيالات، بيديكم تفكير رهيب ان في حاجات كتيرة جدا ما بتحصلش، بس انتم غصب عنكم يعني ماشيين ورا الخيال ده. فلازم تبعدوا عن اي حاجة تكون في يوم من الايام سبب رئيسي لحياتكم. انتم متواضعين جدا وعندكم حسن الظن بالله، بس خايفين جدا من القدر. الفترة دي او الوضع اللي انتوا فيه حاليا ده حساس جدا، ممكن تكون انتوا في تجربة حساسة او في وضع حساس، الله اعلم، بس في حاجات جديدة انتوا بتفعلوها. سمعتوا كلام كان سلبي، الكلام ده خلاكم ما بقيتوش تجاملوا اي حد تاني على حسابكم. خلاص الوضع اللي انتوا فيه اتغير، مبقاش في حاجة تأثر على نفسيتكم أبدا. البعض منكم هنا هيكون عنده خطوة جديدة بشراء حاجة جديدة، ممكن تكون عربية، ممكن يكون طريق هيتفتح قدامكم، الله أعلم، بس حرفيا في تغيير لصالحكم. ليه؟ علشان خاطر طال انتظاركم في أكتر من حاجة، ورسالتكم هتكون بين إيديكم خلال فترة معينة. بس دايما اقول لكم لازم تكونوا حذرين من الناس اللي بتاكل وتشرب معاكم. انا مش بخوفكم منهم، ليه؟ ولا يعني مش بخوفكم منهم علشان انتوا تخافوا، لا، علشان انتوا تخلوا بالكم ان دايما في ناس حقوده وغيره، ودايما عايزه تاذيكم باي طريقه، وانتوا بفضل ربنا سبحان الله وتعالى شايلين حاجات محدش يشيلها، مستحملين برضو حاجات محدش يستحملها. وعلشان كده لازم تكونوا حريصين الفترة دي
على اي حاجة في حياتكم، وما تخلوش اي حد يعرف عنكم حتى لو حاجة انتوا شايفينها بسيطة. الوضع بتاعكم هيكون زي ما انتوا عايزين، علشان خطواتكم سريعة وإيجابية، وطول ما الخطوات بتاعتكم مستمرة طول ما انتوا هيكون في طريق ناجح لكم. بسم الله ما شاء الله عليكم. كمان انتوا هنا ناويين تعملوا حاجة لله، ممكن البعض منكم هيوفي بالنذر اللي عليه، البعض منكم هيطلع هيزور حاجة في حاجات تخص الرحمة، هتفعلوا حاجة لله، الله أعلم. بس انتوا عليكم نذر، والنذر ده حرفيا ناويين تعملوه، علشان انتوا واثقين جدا ان ربنا هيديكم من حيث لا تحتسب. ثقتكم بربنا هي اللي دايما بتقويكم على اي حاجه في حياتكم، هي اللي دايما بتخليكم عندكم امل ان ربنا هيكرمكم من حيث لا تحتسب. بلاش تخلوا بالكم مشغول، بلاش طول الوقت تفكروا في اشياء تاخد من الطاقة بتاعتكم، الطاقة بتاعتكم مفتوحة وعامة، وده بيدل على انتصاركم في حياتكم. يا رب تكون قراءتنا النهاردة عجبتكم، يا رب تكون نالت اعجابكم، ولو عجبتكم طبعا ما تبخلوش عليا باللايك الحلو وبالتعليق الجميل، وانتظروا مني دايما كل ما هو جديد.